لأستاذ أمير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول. يا أستاذ أمير، مساء الفل عليك. مساء الخير يا أمير، أنا بشكرك جدا طبعا على كل الكلام اللي أنت قلته، وإن شاء الله بإذن الله يعني تبقى التقنية مستخدمة بأفضل شكل ممكن، والنادي الأهلي ونادي الترجي برضو يعني يقدروا ياخدوا حقهم بأفضل شكل ممكن في المباراة. ان شاء الله باذن الله. بصراحه انت يعني ايه، سبت الناس كلها بتفكر ان المباراه خلاص في النهائي بالفار، وكله قال خلاص اوكي بالفار بتاع، لكن انت فكرت في ان الفار اصلا ما استخدمش ولا في مصر ولا في تونس كمان، فبالتالي رحت لاحد المصادر. قول لنا التفاصيل، لما اتكلمت معاه كان الامور ايه؟ قال لك ازاي هيتم استخدام هذه التقنيه، وهي بتبقى محتاجه اساليب كتيره واليات كتيره علشان تطبق في المباراتين بشكل عام. مظبوط يا امير، يعني يمكن احنا شفنا في كاس العالم ان التقنيه لما كانت مطبقه كان اوريدي النظام واوريدي الاجهزه موجوده في الملعب من اول بالظبط. البطوله لحد نهايتها، فما كانش في نوع من انواع التنقل ما بين الملاعب، عكس الموجود هنا في افريقيا. احنا مضطرين ان احنا نركبها في مصر لان هي مش موجوده، وبعد كده نروح بيها لتونس ونركبها هناك علشان هي مش موجوده، فكان الموضوع محتاج شويه ايضاحات. تمام. فاللي احنا فهمناه طبعا من الكاف ان النظام اللي هم بيتبعوه هم اشتروه من اسبانيا، وهم كانوا طالبين ان النظام ده يكون متنقل ما يكونش ثابت في الملعب علشان يقدروا ان هم يستخدموه بالشكل اللي احنا هنشوفه في نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. المفترض ان هم بيطلبوا غرفه تكون مطله على ملعب المباراه نفسه، تكون تمام. قريبه من غرفه الحكام، وفي نفس الوقت برضه تكون قريبه من عربيه البث. بالفعل هم نسقوا مع استاد برج العرب الموضوع ده، واختاروا غرفه بالفعل علشان يركبوا فيها النظام والاجهزه بتاعتهم، وكل ده تم فعليا. وفي نفس الوقت برضه نسقوا مع اداره الترجي التونسي علشان يكون نفس الموضوع متاح في ملعب رادس ان شاء الله في مباراه الاياب. ان شاء الله. طيب، يعني اكيد شيء مهم ونتمنى، او بصراحه كمان يعني اكيد انت امير تابعت مباراه الترجي وفريق اول اغسطس الانجولي، وكان فيه اخطاء تحكيميه رهيبه جدا كانت كفيله بتاهل فريق اول اغسطس للنهائي، فبالتالي بصراحه شيء مميز ان الفار يكون مبدئيا موجود في المباراتين بتوع النهائي. لكن ما تطرقتش ليهم معاهم لحكم المباراه اللي ممكن يكون متواجد في مباراه حتى الذهاب الاول، لان لحد دلوقتي الاتحاد الافريقي، ودي حاجه غريبه بصراحه، ما اعلنش عن الحكم اللي هيقود مباراه الذهاب الاهلي والترجي. الحقيقه انا اتكلمت فعلا معاهم في النقطه دي، واللي انا فهمته منهم ان اللي معطل الامور برضو بشكل كبير حكم الفيديو، لان تمام. الاتحاد الدولي بيشترط ان يكون الثلاث حكام يكونوا دوليين، حكام الفيديو يكونوا دوليين، تمام. ويكونوا من كمان مش دوليين عاديين، لا من اصحاب التقارير الطيبه. تمام. ففكره ان هم يعتمدوا على ثلاث حكام ويكونوا من اصحاب يعني الاشادات الدائمه في التقارير، وفي نفس الوقت برضه بالاضافه الى طاقمي تحكيم المباراه النهائيه، ده مأخر الامور بعض الشيء، لان لسه لجنه الحكام ما استقرتش بشكل نهائي. بشكل كبير هيتم الاعلان ده في خلال النهارده او بكره ان شاء الله، هيتم الاعلان عن اسماء الحكام سواء حكام الفيديو او حكام الماتش. حكام الفيديو بيبقى حوالي ثلاثه صح؟ ثلاثة مظبوط، والثلاثة لازم يكونوا دوليين. تمام. يعني اللي أنا فهمته منهم إن الثلاثة كل واحد فيهم يقدر ينزل يدير المباراة من الملعب، فهمت؟ بالظبط. من لازم يكونوا من المرشحين لإدارة النهائي من الأساس، لأن زي ما أمير شفت حوالي خمس أسماء مرشحين لإدارة طبعًا المباراة النهائية، هيبقى في واحد منهم في الملعب وفي ثلاثة هيبقوا حكام الفيديو. والمهم المفترض ان هم مش هيعلنوا بس عن حكم مباراه الذهاب، لا هم هيعلنوا عن الحكمين في الذهاب والاياب، وفي نفس الوقت برضو الثلاثي اللي هيكون حكم الفيديو. وانت عارف طبعا احنا في المشاكل اللي بتقابلنا في افريقيا بالزبط. وعدد الحكام الجيد مش الكبير، فطبعا اكيد الموضوع محتاج منهم شويه وقت، فلكن احنا برضو يعني عايزين نطمن الناس ان شاء الله يعني باستخدام تقنيه الفيديو. وعلى فكره برضو عايزين نشيد بقرار الكاف ده، لان مش يعني حاجه تنفيذها مش سهل. مش سهل خالص، لا طبعا. بالظبط. تكلفتها حتى كمان كبيره، الشحن من الدوله لكانت كبيره جدا طبعا. حتى احنا شايفين مثلا يعني ان في بطوله دوري ابطال اوروبا مش مستخدمه، يعني واكيد الاتحاد الاوروبي يعني
من المفترض ان هو اكيد في فرق كبير في الـ في الـ في الـ يعني في الامكانيات. طب احنا نستفيد في مصر هنا من الجزئيه دي بالذات بالتحديد ازاي؟ يعني نعمل ايه عشان نحاول، احنا كده كده عارفين ان في مطالبات كتيره من الانديه المصريه ان يكون في تقنيه الفار بعد الاخطاء التحكيميه الرهيبه اللي بنشوفها في الدوري الممتاز لحد دلوقتي او لحد اخر جوله يعني بالتحديد. ازاي نقدر نستفيد من التجربه دي اللي هتطبق في استاد برج العرب ان شاء الله يوم الجمعه؟ الحقيقه ان يعني احنا مش هنقدر نستفاد بيها بشكل فعلي، احنا بس احنا هنشوف بروفه، لان حتى كمان المصورين المصريين اللي هيذيعوا المباراه مش هيكون يوم داخل في اشاره البث او الفيد اللي رايح غرفه حكم الفيديو في برج العرب. يعني هم تعاقدوا مع شركه اجنبيه بالفعل علشان هي اللي تبعت الفيد اللي بيروح لغرفه حكم الفيديو. المصورين المصريين بس هيقوموا بدورهم بالتواجد على الكاميرات، وبالمناسبه هم هيبقوا 10 كاميرات علشان 10 كاميرات بالظبط علشان يقدروا يركزوا بشكل كبير على المناطق زي منطقه الجزاء، المناطق اللي دايما بيبقى فيها التحامات قد تحتاج استخدام حكم الفيديو. فاحنا مش احنا بس هنشوف بروفا، لكن فعليا مفيش استفاده، لان مفيش حد مصري هيشارك في تطبيق الموضوع او هيشارك في تنفيذها على ارض الملعب فعليا. بس احنا دلوقتي قدامنا مثال حي ازاي الكاف، واعتقد ان الاتحاد المصري يعني حتى لو بيشتكي من ان ظروفه الماديه مش لا يعني مش متاحه ان هي تطبق حكم الفيديو، بس احنا برضو مش جايبين مثلا تجربه انجليزيه ولا بالزبط. تجربه اسبانيه مثلا الفرق ما بينه وما بينه كبير، لا احنا بنشوف اهو الكاف اشتغل على حاجه من حوالي سنه تقريبا. تمام. ابتدى ان هو يدرب حكامه عليها وعمل طاقم من التقنيين علشان يقدروا يشتغلوا عليها، وتعاقدوا مع شركه اجنبيه علشان تبعت لهم الفيد. فدي تجربه احنا ممكن نحاكيها، ان احنا نبتدي من دلوقتي لو احنا عايزين فعلا نطبق حكم الفيديو بالشكل الامثل، ان احنا نبتدي ندرب من دلوقتي حكام على استخدام تقنيه الفيديو، ونبتدي فعلا نخاطب شركات. واللي انا فاهمه ان اتحاد الكره المصري بالفعل خاطب شركه هولنديه الموضوع ده. تمام. علشان نبتدي نستخدم الاجهزه ونبتدي ندرب حكامنا على استخدامها. بالظبط. فبالتالي لما لكن هي صعب تبقى السنه دي اصلا موجوده تقنيه الفار في مصر، يعني اعتقد يعني مش هيكون من السنه دي خالص. اي كلام عن ان تنفيذها السنه دي هنشوف حكم قاعد في التلفزيون. بالظبط كده زي ما شفناه. لا 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 ده كلام مش منطقي. مش منطقي طبعا. الكاف نفسه طيب. شغال عليها بقاله سنه يعني. اكيد. طب اخيرا توقعاتك لنتيجه المباراه، مش المباراه الاولى بس. لا ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يحسم الفوز في مباراة برج العرب بإذن الله إن شاء الله، وفي رادس إن شاء الله أعتقد إن احنا بإذن الله الأهلي ما يخسرش هناك إن شاء يا الله. يا رب يا رب إن شاء الله. أستاذ أمير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول، بشكرك شكرا جزيلا.